رمضان 1995. جمهورية الصين الشعبية يصل تعدادها في هذا الشهر الكريم إلى 1.2 مليار نسمة. الصين دلوقتي 1.4 مليار نسمة، يعني زادوا 200 مليون من رمضان 95 لرمضان 2020. يعني كل سنة بيتولد 8 مليون طفل صيني، في اليوم 22 ألف طفل. لتحتل الصين حوالي 20% من تعداد سكان كوكب الأرض، يعني في وسط كل 5 من كوكب الأرض منهم واحد صيني. الولايات المتحدة تطلق مكوك الفضاء ديسكوفري، وكانت رائدة الفضاء آيلين كولينز أول امرأة تقود المكوك. مغني الراب توباك شاكور يحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد المعجبين، وقد اعتذر باكياً للضحية، ولكن حتى بعد الاعتذار قال أنه لم يرتكب أي جريمة. شينايا توين تصدر تاني ألبومتها المرأة بداخلي The Woman in Me. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب مدينة بكولومبيا. جو سولتر أول مرأة طيار في سلاح الجو الملكي تطير عبر إعصار. رفع السرية عن برنامج استطلاع الساتلايت كورونا. كانت كورونا أول أقمار صناعية للاستطلاع أو التجسس بالصور في أمريكا، اشتغلت من 1960 لغاية 1972، وتم رفع السرية عن البرنامج بناء على طلب وكالة المخابرات الأمريكية في شهر رمضان 1995. والصورة اللي انتم شايفينها دي صورة للأهرامات اتخذت بقمر كورونا في يوليو 1970، أيام ما كان لسه مشروع سري. اشتباكات بجنوب لبنان بين مؤيدي ومعارضي ياسر عرفات الذي يجتمع مع رابين لبحث مسارات السلام بالمنطقة. إرهابي يلقي عبوة ناسفة على مركز شرطة العدوى بمدينة المنيا الساعة 3 عصرا. الجميل بقى أن العبوة الناسفة دي ما انفجرتش، والاتنين الإرهابيين طاردهم الأهالي وحراس الاسم لحد ما أطلقوا عليهم الرصاص. مش بس كده، حاول الإرهابيين ينتقموا بعدها فحطوا قنبلتين ناسفتين قدام المدرسة الثانوية الصناعية في المنيا، لكن نجح رجال المفرقعات في إبطال مفعولهما في الوقت المناسب. إعادة ساعة قيمتها 100,000 جنيه بعد سرقتها من سائح عربي. ساعة رولكس ذهب عيار 21 مرصعة بالماس، يمتلكها مدير مكتب أمير عربي، حيث أنه كان ساكن في أحد الفنادق العريقة، وفوجئ إن في بنتين طلبوا إن هم يعملوا مكالمة من أوضته عشان كانوا بيسألوا عن حد. سمح لهم بالدخول، وبعد ما خلصوا المكالمة وخرجوا فوجئ إن الساعة اتلطشت، وبعد جهد شرطة السياحة والمباحث عرفوا يجيبوا البنتين، واعترفوا إنهم باعوا الساعة لحرفي في خان الخليلي بمبلغ 15,000 جنيه. رانيا علواني أمل مصر في دورة الألعاب الأفريقية في 1995 بقى لقبها السمكة الذهبية، لأنها بطلة مصر في السباحة منذ 1989 وصاحبة الأرقام القياسية في سباقات السباحة. تلفزيون رمضان 95 شهد الآتي: فوزير عمو فؤاد، فوزير الدنيا لعبة للفنانة نيلي، ألف ليلة وليلة علي بابا والأربعين حرامي بطولة يحيى الفخراني ودلال عبد العزيز. مش زي ما سمعتها وانت صغير يا مولاي. المال والبنون الجزء الثاني بطولة حسين فهمي وأحمد عبد العزيز. عباس الضو بيقول لا. مسلسل الفرسان بطولة أحمد عبد العزيز في دور سيف الدين قطز، وأحمد ماهر في دور جنكيز خان. لن أقتلك حتى أنالك. لن تنالني. سأنالك حتى وإن كنت جثة هامدة. مسلسل بوابة الحلواني اللي عرفنا كلنا إن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. ليالي الحلمية الجزء الخامس بطولة يحيى الفخراني وصفية العمري وصلاح السعدني. هتتعبني قوي على بال معلمك. ايوه علميني علميني. ليالي وسهرات رمضان الرائعة، فندق النبيلة يقدم لكم أكبر حشد من كبار الفنانين سيد مكاوي، علي الحجار، ليلى غفران، سيمون، علاء عبد الخالق، عزب شو ومحمد محي. إيهاب توفيق قبل العيد الآن بالأسواق وعد الليل، تأكد من وجود علامة هاي كواليتي محفورة على الشريط الأصلي قبل الشراء. مش بس كده، إيهاب توفيق وبعد مشاركته لسلاحف النينجا العام الماضي مع عزب شو في ميريديان هيليوبوليس، ستروين الفرنسية لا تدع المظهر الخارجي يخدعك، فانتا تصدر الطعم الجديد فانتا يوسفي. بدءا من العيد هتشوف مسرحيات جديدة جدا: الزعيم على مسرح الهرم، ماما أمريكا محمد صبحي، وجع الدماغ أشرف عبد الباقي، أنا والنظام وهواك سمير غانم، تكسب يا خيشة لأحمد بدير، مسرحية الجميلة والوحشين ليلى علوي. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس على الجرس وسيب لنا تعليق.